نيلة حميمي. لا معلش خليكي قاعدة. ليه؟ هيك أحسن، بشوفك أحسن. كيفك؟ منيحة، أنت كيف؟ ماشي الحال. شو مشتركة؟ بشو؟ آه ما معك خبر؟ إيه منيح. نعم؟ ماشي، كنت عم قلك كيف الدرس؟ يعني شوي صعب. شو قالوا لي في مباراة ميس يونيفرسيتي؟ آه طلع معك خبر. إيه عال؟ وأنت ليه ما بتشتركي؟ عندك كل المواصفات اسم الله. لا أنا ما بأيد عقلي بهيك قصص. عبدو الله بتفتح الباب ابن خالتي؟ رح افتح ابن خالتي، بس انت اوعى تنهز صنتي عن الصوفة ابيس واش لان. هاي جايز. اهلا مايك. هاي مايك. لك ما رح اقدر اسلم عليك لانه ما بقدر انهز صنتي عن الصوفة. لك انت تمسخر، انت ديرك على مسخرة، هذه شغلتك بالحياة. يا عبدو خسرتني. مايك عرفت انه عبدو رح يشترك بمستر يونيفرسيتي؟ ايش بدك فيه يا عمي؟ لا بلا، بس لهلا بعدها مجرد فكرة. خليها مجرد فكرة، ما انها السهرة جدية، ما انها كوميك. ايش قصدك يا معزفة؟ قصدي انه ما انك خرج هالقصص، شكلك ما بيوحي. انه ايش بدك ياني انفض شعريتي تصير شكلي يوحي يعني؟ من كل عقله حرام؟ ما تطلع بالمراية قبل. لك هيدا هالمهزوز يا عمي، انت شو بدك تحكي معنا؟ لا يا مايك لا، كيف تحكي هيك لعبده بدل ما تشجعه وتعطيه معنويات؟ لك انا بدي معنويات من هيدا؟ بتشارت يا مان اذا بتقدم ما بيقبلوك؟ بتشارت يا مان اذا بقدم بيقبلوني وغص من عنك؟ اوكي من $50 ل$50. اوكي قبلك من $50 ل$50. اوكي مان. ايش هيك اكل عبوك الصبح؟ كفته وبصل؟ دهريات الخير يا جماعه. دهريات النور يا حبيبي، ازيك؟ تمام التمام الحمد لله. كريم يا مان اسمع بلا خبريه، شرطنا انا وعبده من $50 ل$50 اذا بيقبلوه بمستر يونيفرسيتي. ليه هو ناوي يشترك؟ ايه. انا بزيد الشرط المية. انت مش شايف شكلك يا ابني؟ لك اذا حدا بعد بيجيب سيره شكلي بفعوا بوكس ببلعوا سنينه. ها طفح الكال منكم بودي. ها مش قصدي بس انت مش بتعمل مسابقه جمال. لك يا عمي لك كيف فيك وفيك وفي، انا بدي اشترك بمسابقه ملك الجمال، واذا مش طالع الثالث مينيموم ابي كوش اسمي عبدو. اش بك دخلك؟ برافو شباب، نجحت الخطه. كان لازم نستفزه تيقبل يشترك، وانا بعرفه لعبدو عنيد، بس هلا مكيف فيك ورح يشترك. بس حرام ده شكله زعل قوي. ايه ما عليه، بس رح يشترك وهالشي لمصلحته وانا بعرف. بعدين مايك اتفقنا على $20، من وين بدي اجيب لك 50 انا هلا؟ سوري مان بس تحمست عملتهم 50. ايه لو تتحمس بقى مان، ها؟